تمام، بس لو تسمحي لي نبذة بسيطة. طبعا زي ما حضرتك أشرتي، مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يعتبر أهم قمة عالمية، لأن هي بتحدد مستقبل الأرض ومستقبل الاقتصاد. عشان كده بنلاقي كل دول العالم وكل زعماء العالم بييجوا، وكل الشركات، كل الهيئات الدولية. ليه؟ لأن دي مش بس حماية البيئة، لا، ده هي فرص اقتصادية كبيرة جدا، ومستقبل الدول ومستقبل الاقتصاديات كلها بيتحدد. أكيد طبعا. طبعا زي ما حضرتك اشرتي ان على قمه هذه الاولويات موضوع الطاقه. موضوع الطاقه مرتبط ارتباط شديد جدا بالمناخ، لان عارفين ان الوقود الاحفوري هو السبب الرئيسي للانبعاثات الكربونيه، اللي هي اللي تسبب ظاهره الاحتباس الحراري ومشكله ارتفاع درجه حراره الارض. والهدف الرئيسي لمؤتمرات المناخ ان احنا نحافظ على مستوى درجه حراره ارتفاع الارض لدرجة ونص مئوية. طبعا الأنشطة البشرية الحالية في مختلف المجالات طبقا لمختلف التقارير والدراسات بترفع درجة الحرارة ما بين درجتين لثلاثة، ودي طبعا بتؤدي لآثار كارثية على مستوى العالم، ونشاهد ظواهر مناخية متدرجة. لذلك بيلجأ العالم للطاقات النظيفة، ومن هذه الطاقات النظيفة المتجددة والجديدة موضوع الهيدروجين الأخضر. موضوع الهيدروجين الأخضر بيكتسب أهمية خاصة، لأن الهيدروجين الأخضر ليه مساهمة. هو طبعا لو نوضح للجمهور بصفه مبدئيه، طبعا الهيدروجين الاخضر ليه درجات على حسب نقائه، على حسب المصدر، على حسب الترويز بتاعه، وعلى حسب المصدر. هل هو جاي من مصدر طاقه متجدده زي طاقه شمسيه وطاقه الرياح، او من طاقه نوويه مثلا، او من طاقه الفحم او البترول او الغاز وخلافه. بتختلف الدرجات، لو ملوث بيتسمى الهيدروجين الرمادي، لو يعني وسط اللي جاي من البترول والغاز بيسمى الهيدروجين الازرق، وهو له دور ايضا في هذه المرحله. لو نضيف تماما من مصادر طاقه جديده ومتجدده زي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، يعني هي بيستخدم الطاقه المتولده من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح لفصل الهيدروجين من الميه، فبينتج عن ذلك طاقه الهيدروجين او الامونيا الخضراء. هذه الطاقه يمكن تخزينها ونقلها، فاذا كانت جايه من مصدر نظيف اللي هو الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، فهي تعتبر طاقة خالية صفر كربون، ما بينتج عن هذه عن عملية الفصل هذه فقط بخار مائي. طبعا نلاقي الاتحاد الأوروبي، عشان نعرف مثلا أهمية هذا الموضوع، نلاقي الاتحاد الأوروبي في عز الأزمة الطاقة اللي بيعاني منها حاليا، أقر ما يسمى بالصفقة الخضراء الأوروبية، اللي هي الأوروبيان جرين ديل. الصفقة الخضراء الأوروبية بتحدد إن في ظل هذه الأزمة نعتمد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر. وبينص صراحة أن يتم التعاون في هذا المجال مع شركائنا في جنوب البحر المتوسط. وطبعا مصر كان لها دور ورؤية بأن هي تخطو خطوات جيدة في مجال الهيدروجين الأخضر، لأن احنا وقعنا تقريبا 16 اتفاقية مع عدد من الشركات الدولية والعربية، من أستراليا، الهند، بريطانيا، أمريكا، الدنمارك، النرويج، الامارات، لعمل مشاريع للهيدروجين الاخضر او الوقود الاخضر او الامونيا الخضراء. واغلب هذه المشاريع بيتركز في منطقه قناه السويس، فاحنا عندنا ميزه نسبيه للقرب من الاتحاد الاوروبي. عندنا منطقه قناه السويس تصلح، لان هي ممكن تمولي السفن وممكن تحملي السفن المره في قناه السويس بالهيدروجين الاخضر او الامونيا الخضراء. فبلا شك ان الهيدروجين الاخضر هيكون ليه دور كبير في مزيج الطاقه العالمي في خلال السنوات القليله القادمه. وطبعا احنا يعني كانت رؤيه واضحه ورؤيه سديده ان احنا نخطو هذه الخطوات الجديه في تنويع مصادر الطاقه، وبالذات الاعتماد على الطاقات المتجدده ومن ضمنها الهيدروجين الاخضر.